احنا نعرفوا ان البنزرت فريق محترم، جينا البنزرت يعني لوبجيكتيف تاعنا 3 نقاط، ما لوجناش على التعادل. بريمير ميتون ما نجمش نلعب الكره في العوامل الجويه، دوزيام ميتون يعني من الاول زدنا مهاجم على مل تسجيل هدف من نفس المشكلة اللي نعانوا فيها. قلت عمرنا ما تكلمنا على التحكيم وعمرنا ما شكينا في نزيه التحكيم، مي كي تبدا تروح مات سكسيسيف يعني يحرمون من ضرب الجزاء وتزفر على ضرب الجزاء، تولي تقلق على خاطر هذاك عرق تاع جمعيه. تصورنا احنا قداش عاملين من كيلومتر باش نوصل للمنظر، من بعد جينا بلانتي، علاش ما تزفرش بلانتي؟ على كل حال ان شاء الله تتصلح الامور ونجم تلورها في الطريق الصحيح ان شاء الله.